ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف فيه حقيقة اتهام الفانز الآية احلى وليه خايفة من الحسد، بجد هتتصدموا. كمان هنشوف ليه عيلة الجمل ممكن ما تسافرش وبرنس مصر هو السبب. ومعانا احلى تيك توك الآية احلى وامنية القوة هيعجبكوا جدا. واخيرا مفاجأة معانا لمستر احمد واغنية جديدة والسبب الحقيقي لتأخير نزول الكليبات على اليوتيوب. كده هيكون حصري معانا. فيديو اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوه. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا النهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ بمستر احمد والمفاجأة. والحقيقة احمد عمل اغنية جديدة واسمها على الله. تعالوا الاول نشوفها ونرجع نكمل كلامنا. زي ما شفتوا ده اعلان الاغنية الجديدة لمستر احمد على الله. واللي نعرفه ان مستر احمد صور اكتر من اغنية، لكن تعالوا دلوقتي لسبب تأخير الكليبات دي كلها على اليوتيوب. والحقيقة السبب ده مرتبط كمان بان العيلة احتمال كبير ما تسافرش. وهنقول لكم السبب، لكن في الاول هنرد على الكليبات. واكيد كلكم حاسين باللي بيحصل دلوقتي مع اخواتنا في العالم العربي، وطبعا كلنا في حزن وزعل عليهم. وتضامنا مع عيلة الجمل ما نزلوش الكليبات الفترة اللي فاتت. ده عبر بيه مستر احمد مؤخرا مع الاميره فيروز ورسمها للعلم. اما عن السفر فبرنس مصر شاركنا بستوري كان حزين جدا على اللي بيحصل في موسم الرياض واخواتنا اللي بيموتوا في كل مكان. طبعا ربنا يرحمهم وينصرهم، بس ده معناه يا جماعه ان احتمال كبير العيله ما تسافرش موسم الرياض. ان برنس مصر شخصيا بينتقد اللي بيحصل فيه. ياريت كل الفانز يتوقعوا معانا عيله الجمل هتسافر فعلا ولا لا. نستنى تعليقاتكم وهنرد عليها. ودلوقتي تعالوا نروح لآية احلى وهنتكلم عن الهجوم اللي حصل عليها من الفانز. بس في الاول هنقول لكم اللي حصل معاها مؤخرا. والحقيقه زي ما قلنا لكم آية بتتابع علاج اسنانها. امبارح كانت هناك مع الحاجه هند وكمان الاسطوره وامنيه. الحاجه هند كمان كانت بتعمل اسنانها. شايفين السلسله اللي لابساها امنيه القوه دي؟ دي سلسله عليها خرزه زرقاء وهي اصلا بتاعه الاسطوره. هنقول لكم ليه هي لابساها، بس كملوا الفيديو معانا. سلام عليكي يا ايه، انتي طبعا والحاجه هند، بس بجد ايه كانت صعبانه علينا قوي، ربنا يكمل شفاها على خير. يا عيني كانت دايخه جدا وعاوزه ترجع بعد ما عملت سنانها. ان شاء الله يا ايه تخفي وتبقي احسن. حلو بقى لهجوم الفانز والمتابعين. والحقيقه ايه كانت في طريقها للدكتور الاسنان، كانت بتصور فيديو لتيك توك مع امنيه القوه، والاغنيه بتتكلم عن الحسد. التيك توك ده جه عليه ردود فعل صعبه جدا من الفانز. وليه بتخمسي في وشنا يا ايه؟ وكمان هنحسدك على ايه؟ جدا ان ايه زعلت من التعليقات فمسحتها. يا جماعه ايه احلى مش قصدها تخمس في وش حد، ولا حتى اللي بيحصل لها ده هو الحسد. هي بتعمل اغنيه تيك توك زي كل الفيديوهات، لكن مش قصدها تخمس في وش الناس او كمان تقول لهم انهم بيحسدوها. واللي حاصل مع ايه دلوقتي انها اهملت شويه في اسنانها، او يعني كبرت دماغها وكانت مشغوله في شغلها عشان كده هي تعبت. لكن طبعا ربنا يحميها من الحسد هي وكل العيله، وده حق الرد على الفانز. وده يعلمنا يا اجمل فانز اننا لازم نحافظ على اسناننا ونغسلها ونهتم بيها. ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا. ودلوقتي واخيرا تعالوا الاحلى تيك توك الايه احلى وامنيه القوه هيعجبكم قوي. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهيش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو عاوزين كل الفانز يقول لنا امنيه القوه في سنه كام. شوفوا الفيديو كله كمان وحلوا السؤال وكملوا معانا عشان اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقه. وهنا وصلنا للنهايه. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامه.